بسم الله الرحمن الرحيم. سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم باذن الله جبتو لكم السفنج بالفرينه مع مكون يخليها حمراء وبنينه كي تاكليها. شوفوا هنايا عندي كاس نتاع الماء، نتوما قيسوا باش حبيتو، ونزيد عليه ربع كاس، يعني كاس خاص ربع تاع الحليب. وهنا لاروم نتاع لاروم المفضل عندي تاع لافاني مخلط بالزبده. وهنا عندي مغرف كبيره تاع الخميره الخبز ومغرف كبيره تاع السكر. نخلط كامل المكونات هكذا. صدقوني كي ديروها بالفرينه راح تعطي لكم واحد البنه رائعه وحمراء. هنا نزيد على راس تاع المغرف صغيره تاع الخميره الحلويات، باسكو انا درت الكميه صغيره. هنا راح ندير الفرينه هكا ونخلطها ونزيد مغرف نتاع الملح. الملح هنايا لازم تذوقوا العجينه نتاعكم، لازم تجي سوا سوا، يعني ما لازمش تخص الملح. نخلط، شوفوا كيفاش راني نخلط. هنا راه زربت شويه الفيديو، ولكن نتوما خلطوا بمغرف نتاع الحطب، يعني هذا السفنج ما تمسيش كامل بيدك غير بالمغرف، خبطي بها، خبطي بالمغرف حتى ندخلي له الهواء بزاف. شوفوا العجينه كيفاش تكون، لازم تكون متلاصقه. هنا خلاص راح نغطيه ونخليه كل ما يختمر. انا كسرت له هنايا الخموريه ثلاث خطرات، هذه هي الرابعه، خلاص راني نشكل فيه. كل ما يخمر كسري له الخموريه بالمغرف نتاع، عفوا هنا هنا الصوت، بالمغرف نتاع الحطب، دخلي له الهواء، يعني تخبطيه هكا خبيط بالمغرف برك. هنا شوفوا راني نشكل كريات، والمقله درتو في المقله تاع الزيت، درتو فوق النار يسخن، وانا درت هكا الكريات نخليهم خمس دقائق ومن بعد نجبدهم، يعني نشكلهم اسفنج. صدقوني واحد اسفنج رائع رائع رائع، روعه، بالفرينه احسن من نتاع السميد، يجيك خفيف وكي تاكليه ما يضركش ورائع. خاصة رانا في ان شاء الله رانا في الجمعة، يعني اليوم الاربعاء وغدوة خميس، بعد الجمعة الى حين ربي ان شاء الله ديروه في الجمعة، ان شاء الله تكون جمعة مباركة ان شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله. شوفوا راني نجبد فيه، يعني على بالي بلي كاينين يعرفوا بيان سور يجبدوا السفنج نتاعنا. شوفوا كيفاش راني نجبد فيه، يعني لازم تضغطوا غير على الاطراف، والوسط ما تمسوهش كامل، غير على الاطراف تضغطوا به. شوفوا راني ندخل الزيت، لازم تكون سخونه بيان سور. شوفوا هنايا تخليه 30 سكوند، يعني 30 ثانيه ومن بعد بداي تدير الزيت عليه. شوفوا كيفاش راهي تنفخ، يعني قد ما شكرت فيه قليل، يعني خرج واحد السفنج رائع رائع رائع، خاصه بالكاس تاع الحليب اللي درتو أروع مما يكون. نزيد حبة هكا. هنا سمحوا لي برك على التصوير الرديء، باسكو راني وحدي في الدار. الور نشوفوا هنا راني نلوح الزيت هكا عليها، ما لازمش تلوحوا الزيت تمثم حتى وين تنفخ، ومن بعد تبداو تلوحوا الزيت عليها. الصورة راهي واضحة. كي تشوفوها حمرت قلبوها وضغطوا وديروا الزيت على في الوسط باش تطيب لكم. شوفوا راني زيت حبة ديال معجبني، وراني نشوف كيفاش راهي تنفخ، يدير بلابل احسن واروع من تاع السميد. وكي تخلوه ما يبقى، كي تخلوه يبقى هكاك شاد روحو. شوفوا هنايا يدي شاد البورطابل والاخر هايت، معليش ليسونسي تلحق لكم الفكره وتشوفوها يعني هكا. اذا نكملوا السفنج نتاعنا ونتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله.
شوفوا هنايا بعد ما كملته كامل، شوفوا الله يبارك شحال عطات لي الحبه. شوف الله يبارك، خفيف خفيف ريشه وراح سخون. فنجان تاع القهوه كحله شهيتكم في الجنه ان شاء الله، على بالكم راه سخون. و شوفوا راه يتقرمش، للاسف ما قدرتش ندير لكم الصوت باسكو كاين الصوت نتاع الدراري في برا، صافي ما قدرتش ندير الصوت باسكو اغلبهم غير كيما خرجوا من المسجد. اذا شهيتكم في الجنه، وما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.